Ladies and gentlemen, give it up one more time for Elite Sick Match Villain! One of the two co-main events for the night is the Super Welterweight going in for 8 rounds. Yes! مباراة 8 جولات. وزن 69 كيلوغرام. كلا اللاعبين يستعدن لبدء النزال. كلا اللاعبتين استعدات لبدء النزال. تعليمات من المدرب. إيفانا بطلة عالم في 2001، عندها 44 نزال، 57 نزال، فوز 44، 6 منهم بالضرب القاضي. عندها 13 خسارة. الحكم الدولي أبو بكر. تبدأ الجولة الأولى. إيفانا تبدأ بالهجوم كعادتها. مع أن إيفانا يعني قصيرة شوي في قصيرة يعني في طولها، بس تعرف كيف تتعامل مع اللاعبات الأطول منها. لعب الجورجية نفس الشيء، تبادل بالهجوم. جولة جس النبض، كل اللاعبين يجس نبض الآخر. بمناسبة المباراة، مباراة العنصر النسائي، نذكر لاعبة منتخب الإمارات حنان الزيودي، لاعبة منتخب الإمارات للملاكمة، واللاعبة فهيمة. أول فريق نسائي خليجي يشارك في بطولة آسيا في تايلاند عن طريق حنان الزيودي وفهيمة. لم يسبق للإمارات قبل أن تشارك فريق نسائي، لأول مرة نشارك فريق نسائي في بطولة آسيا اللي قامت في العاصمة التايلاندية بانكوك. في هذه البطولة أذكر كان أول مرة يسمح من الاتحاد الدولي أن الملاكمات المسلمات يرتدن الحجاب. مباراة قوية. دفاع جيد من إيفانا، دفاع جيد. إيفانا تملك سرعة بتحريك الجدة، سرعة بالدفاع. لو تلاحظ كيف تتفادى الضربات. انتهت الجولة الأولى.
يرجعون اللاعبين الى الزاويه ياخذون قسم الراحه ياخذون شوي تعليمات من المدرب اترككم لبعض اللقطات من هذا النزال اللعبة ليلى مكارتا بطلة عالم لخمس مرات لعبة من أصول أمريكية تصحيح المعلومة كما جاء أنتني من اللجنة المنظمة يعني لها ريكورد جيد ما شاء الله عليها لعبت في كذا وزن خمسة أوزان غيرت أوزان لعبت في خمسة أوزان من السابق هوك مؤثر صراحة هذا واحد ثاني مجموعة جميلة فانا تعتمد على السرعة لعبة الركن الازرق تعتمد على السرعة تسجيل نقاط وتتحرك ما تتم واقفة مكانها نانا بطيئة شوي في سرعة ردة الفعل عندها بطء في اداء الحركة في ثقة في الأداء انتهت الجولة تفوق إيفان الأمريكية الشوطين صراع المدربين المدرب يحاول يتفوق على الثاني
مو مش لك انت مو مش لك ما تخلك شو كتو مو مش لك كيفنا بتقول كتا يقولوا تايتش كسمش ايش دعني كتا لك ما تخلك ليش يوكر كاي غفلا ايش هو دعني يقدر انت مو واخذ انا مو واخذ ما قص مو واخذ لو شو بقول لك ايش يعني كتا يقول كل مدرب يحاول يتفوق على المدرب المدرب الثاني عن طريق إداء تعليمات كيف تتفادى كيف تهاجم كيف تدافع كيف تتعامل مع النزال كل مدرب يبقى لاعبه يفوز بس في النهاية فايز واحد تحاول توصل للكمات لكمات بتتالية من قبل اللاعب الأمريكية مع انها قصيره القامه لكن تقدر توصل لك ابو شاوي خلي ابو شاوي يغلبها 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 ضربه يمينيه في المعده نشكر القائمين على هذه البطولة الجميلة نشكر كل من عمل لنجاح هذه البطولة نشكر مجلس أبو ظبي الرياضة على إعطائنا الموافقة لإقامة هذه البطولة نشكر مجلس دبي الرياضي أيضا نشكر هيئة العامل للرياضة والشباب مجلس أبو ظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي لهم دور كبير في إقامة هذا النزال وهذه البطولة ما زال النزال مستمر طبعا البطولة هذه تقام تحت الأمور الاحترازية والتباعد والأمور اللي والشروط اللي وضعتها مجلس دبي الرياضي هجمة قوية صراحة لكمة قوية ما الدفاع ما قامت تدافع العياء والتعب بان على نانا السنة الأمريكية ما زالت مستمرة قامت ترجع ورا الضغط مستمر انتهت الجولة
تبدا الجوله الثالثه. جرس البطوله. شوف دائما الامريكيه تبدا تحت، تبدا في المعده، تبدا في المعده، من توصل تطلع فوق، ثلاث ضربات اربع ضربات في الراس. بس ضاغطة من بداية الجولة الأولى وهي ضاغطة، يعني أنا حسبت لها ما سوت ولا خطوة على الخلف من بداية اللقاء وهي تتقدم لقدام. بعدها تقاوم نانا. ما حد يبي يخسر، خسارة طعمها مر. قتال مستمر. ارتكبت خطأ اللي هو الضرب تحت الحزام. الضرب تحت الحزام يعتبر من الأخطاء القوية، الأخطاء القوية في الملاكمة. أي خطأ يؤثر على سلامة اللاعب يعتبر من الأخطاء القوية، مثل الضرب تحت الحزام، الضرب خلف الرأس، الضرب في الظهر، هذه كلها تعتبر من مخالفات في لعبة الملاكمة ويعاقب عليها القانون، قانون الموضوع من الاتحاد الدولي للحفاظ على سلامة اللاعبين. مجموعة حلوة، مجموعة حلوة من إيفانا. لاعب الأمريكية ستايلها في اللعب ذكرني باللعيبة الكوبيين. تغير لعبها، تنزل تحت، شوف تحت وتطلع فوق ثاني مرة. انتهت الجولة، حاسة ان هي ما ادت الاداء المطلوب، حاسة ان هي ما ادت الاداء المطلوب. نانا مساعدان يخرجون خارج الحلقة. مثل ما قلنا لكم كلمة بريك خطوة للخلف لكل لاعب، خطوة للخلف لكل لاعب ومن ثم استأنف اللقاء.
مش معناته انك توقف النزال. بريك خلف خطوه للخلف وترجع تكمل مجموعتك. كلمه ستوب توقف المباراه نهائي لاي سبب يذكر الحكم، لكن كلمه بريك خطوه للخلف وتكمل من غير ما الحكم يعطيك اذن بالبدء. لكن ستوب لازم الحكم يعطيك انذار بالبدء. بالضبط، انا ايد الحكم في العالم. خلاص ما قدرت تكمل النزال. نانا لياقتها البدنيه لم تسعفها. شوف تعترض على قرار الحكم، مستاء من قرار الحكم. وجهة نظري المباراة راحت خلاص بفوز الأمريكية. صاحبة اللبس الأسود الزاوية الزرقاء. خمسين ثانية باقي على نهاية النزال. كثرة اللكم وعدم الرد، اللاعب ما يرد خلاص الحكم يوقف النقاب ويعد على اللاعب لين الثمانية. انسحاب اللعبة نانا، فوز اللعبة الأمريكية بانسحاب اللعبة الخصم. لياقتها ما قدرت تخليها تكمل جولات ثمانية. كان لازم تجهز أكثر من شيء. نزلت من حلبة زعلانة. مبروك للاعب الأمريكية على الفوز بجدارة وباكتساح. Ladies and gentlemen, we have a KO win for the night by the one, the only, the 8-time world champion in 5 different classes, Layla Mercado. Yes! مبروك للاعب الأمريكية على الفوز. فوز يسجل للريكورد. يرتفع رصيدها إلى 57 لقاء. يرتفع رصيدها إلى 58 لقاء. 55 فوز، 13 خسارة. ونانا تزيد خساراتها، بعد ما كانت 14 خسارة صارت 15 خسارة. شوف كانت تتلقى اللكمات وما كانت ترد، فبالتالي الحكم يضطر يوقف النزال. Ladies and gentlemen, we'll go into a 10 minutes break and we'll go back to the second co-main event of the night. 10 دقائق وقت مستقطع، ومن ثم نعود ان شاء الله. نشوفكم على خير.